لا مسلسل اختيار استثناء خاص جدا، استثناء، ويعني الا اذا تكرر ظرف تاريخي اخر، اذا تكرر ظرف تاريخي اخر ممكن نعمل اختيار، لكن دي كانت مرحله وتركيبه على فكره في الدراما مش هتقدم تاني وما تقدمتش. فكره ال فكره ال الدوكيومنتري في الدراما تشبكها لظروف لحظيه لاغراض معينه لابد انها تكشف، بيسموه مسلسل كاشف، ده مسمى كده ممكن احطه جديد، الممثلات الكاشف، الممثل مسلسل كاشف وكان له هدفه، توثيق مرحله، تنوير وعي معين، التعريف بناس بيضحوا للبلد دي احنا ما نعرفهمش، يعني احنا ما عندناش فكره ان دول بيضحوا، بس ادينا عرفنا ان هم بيضحوا، فما اعتقدش انها هتتكرر تاني. لو هتكررها بقى نعمل الدراما، وانا شايف دايما ان المسلسلات اللي فيها الوطنيه او اللي فيها بعث لروح الانتماء القوميه جوه المواطنين دي تترك للفنان نفسه والدوله تدعمها وتشجعها. يعني مثلا انا لو مسؤول اقوم قايل يا جماعه كل فنان، كل فنان، لان عندنا فنانين كتير وعندنا فنانين كل واحد عنده ضميره الخاص وشكله الخاص بيقدم بيه، محمد بيقدم وانت بتقدمي مشروعك وبننتقي مشروع منه، بس يكون طالع من دماغك انت مش موجه، ده بيبقى اقرب من دماغك. لكن الاختيار اكيد في حاجات وفي محاذير وفي كل الحاجات دي، عشان كده بقول لك ده حاله خاصه جدا لظرف تاريخي صعب تكرره دايما. يعني طيب حضرتك برضو هنرجع لمعنى شفت في ثلاث اعمال كل شخصيه فيهم كانت مختلفه عن الثانيه، عايزين نتكلم عن الصعوبات والتنقل من شخصيه لشخصيه، قدرت تعمل ده ازاي؟ كنت بتصور قد ايه؟ يعني كواليس التصوير قد ايه؟ بصي هو اصعب حاجه ان انت تشتغل اكتر من حاجه في وقت واحد، ده شيء انا نفسي ما بحبوش وبعملوش غير لما الظرف جه كده. يعني انا كده كده كنت داخل بعمل مسلسل واحد لعبة الشده، وكان المسلسل بتاع الميتافيرس ده اصلا المخرج كمان بتاع الميتافيرس ده يعتبر خاص صغير، يعني انا قدام المخرجين انا مؤمن بيهم وشايفه جاي، اللي هو استاذ احمد حسن، هو دكتور في المعهد الثانوي اساسا، وانا حاطط في دماغي يعني. فجت بقى حكايه ان احنا هنعمله حنان، فهو بصد الموضوع كمان، يعني هو قال لي يعني كان هو حريص، طبعا المنطق اكيد مش هيبقى حريص مع انه صاحبي، يعني ما كانش حريص ان انا ابقى تعبان ولا لا، هو كان حريص جدا ان انا اجي التصوير مش تعبان، هو بنفسه اللي كان يعني دي اول مره يعني اشوفها، يعني المخرج بنفسه بيظبط لي مواعيد حضوري علشان هو عايز ياخد مني احسن حاجه، وعارف ان انا ما بحبش اللي هو اللهم اجعله تمثيل، لا ننط في التمثيل كده، يعني هو انت فاهم اللي هو النجم لبس البدله فبقى ممثل، هو عارف ان انا مش عندي وبحب اذاكر وكده، فبقى يوفر لي الوقت، فده اللي هون عليا الموضوع وخلاه بسيط بالنسبه لي. المسلسل الاختيار الموضوع ما كانش فيه مجهود، انا يعني معتبر بالنسبه لي مش مجهود، مصور في 3 ايام وبراحتك يعني. بس عايز اقول لكم على حاجه، يعني انا لما اتعرض عليا مسلسل الاختيار قلت لهم سيبوني نص ساعه افكر واقول لكم، يعني مش اللي هو تعالى كان البوكس بصور يعني، بس في ناس بتعلمهم ان هم بيجيبونا كده يعني، في ناس في دماغهم كده بيحسبوا ان احنا يعني استدعى ونروح نشتغل، عكس لا، اللي عايز يوافق يوافق، مش عايز يوافق. اول مره اشتغلت في اختيار الجزء الاولاني قلت لهم لو هعمل دور ظابط هعمل، مش هعمل دور ارهابي، معناه عكس تفكيري انا كممثل، يعني انا طريقتي انا كممثل ما بفكرش كده، لكن انا عارف ان هذا المسلسل هو شكل استثنائي في الدراما، بقول لك لا مش هيتكرر الشكل ده تاني لانه ما اتعملش، بس هي كده. قلت لهم لا انا هعمل، قالوا لهم احنا عايزينك في دور البطل خالد حلف. جيت هنا في ده قلت لهم طب نص ساعه ورد عليكم، مش بفكر، انا قلت اشوف الكاركتر ايه، هل انا شايف نفسي مناسب فيه ولا لا، ما ممكن احس ان انا مش هبقى هو او مش هوصل الحاله بتاعته. انه قالوا لي انت هتعمل دور سيد وزير الداخليه اللي كان هو معالي الوزير احمد جمال،
فقلت اما اشوف شكله بالظبط وحركاته كده. وانا عارف ان الوزير احمد جمال انا بعتبره بطل يعني، اي رجل له موقف يبقى بطل، وده كان واخد موقف في توقيت حساس جدا، فبالنسبه لي انا شايفه بطل، فده الشيء اللي يخليك عايز تعمله. رحت دخلت على الفيديوهات بتاعته فلقيت ان انا اقدر اهو بسهوله، وحصل انا زمايلي نفسهم يعني هم اللي يحكوا بقى انا داخل عليهم التصوير، سواء بقى بيتر ميمي سواء حبيبي كريم عبد العزيز المجموعه هم نفسهم بيقولوا وزير ده قاعد ده يعني انا كنت داخل عليهم دخلت وزير يعني، والنقاد كلموا يعني قال لك هو قاعد ساكت لخص الموضوع من غير يعني اقوى من المشاهد اللي فيها كلام. فده الظروف اللي يعني ايه، هو ربنا عارف ان انا ما بحبش ابقى متدرج في التمثيل فيسرها لان هي كانت سليمه، فربنا ايه مسهلها لي والحمد لله يعني ان لا استحسن عند الناس، ده بعتبره يعني كرم من عند الله. المخرج يوسف شاهين محطه مهمه جدا في حياه احمد وفيق، كنت عايزك تكلمنا عنها برضه. طبعا مفيش مناسبه يذكر فيها احمد وفيق الا اكيد لازم يذكر يوسف شاهين، العلامه الاساسيه والفارقه في حياتي في تواجدك على الساحه الفنيه، جزء مضاف كبير، اضافه كبيره او سموه قيمه مضافه الى قيمتك الاساسيه اكتسبتها من استاذ يوسف شاهين. وهناك كثير كانوا بيتعاملوا معاك بيبقى حاطين في دماغهم ان انت خريج مدرسه يوسف شاهين، سواء على مستوى الفكر او سواء على مستوى ان انت في الخبرات، فاعتقد ده لابد منه. يوسف شاهين هو انا بالنسبه لي زي ما قلت لك هو العلامه الفارقه، بدايه النجوميه او بدايه الشهره، بدايه الاحتكاك بفكره النجوميه اللي لها متطلباتها. طبعا عمري ما عملت النجوميه في حاجه خالص، يعني دايما شايفها جزء، كل اللي حواليه عارفين فيسبوك طبعا كل عارفني يعني انا بتعامل، انت غصب عنك للاسف شهرتك لازم تكون مشهور، هتعمل ايه؟ انا نفسي من النوع اللي انا اتخضيت لما لقيت نفسي مشهور، انا كنت بمثل بقى مبسوط بقى زي ايام الجامعه، احنا مبسوطين بنمثل تحت حياه طموحنا وذاتنا، انك بتقدم دور بتقدم موضوع، عارف فجاه انت بقيت متورط، انت معروف خلصانه بقى، انت ايه تعامل مع الموقف ده؟ كان شيء بالنسبه لي يعتبر كان شيء مزح، كنت بتكلم في عشان اصحى واحد في حد ثاني. انت براحتك خالص بتكلم عن علاقتك بيوسف شاهين. يوسف شاهين نفسه يعني ناس كتير يعني حولوه الى عبء عليك. طول ما انت عشانك اساسا انت يوسف شاهين وبتاع. انت وعمرو عبد الجليل تحديدا. انا وعمرو عبد الجليل لان كاركترنا قريب من بعض. احنا الاثنين يعني ايه يعني حتى نفس البرج، اصحاب كمان، احنا اصحاب طبعا نفس البرج يعني برج الجدي، اللي هو احنا نعشق الكنبه، نعشق الكنبه اللي في البيت دي، بنحب نقعد كتير ونحب عندنا صبر يعني ممكن نتفرج ما نزهقش، عندك طموحك وعندك امل ممكن ما تجريش كتير بس انت عارف انك رايح فين، بس اللي هو ممكن تبقى بطيء ممكن تبقى كسول. تصدق يعني يوسف شاهين هو بقى نجم عالمي من اللي بيقدمه ومن طريقه تفكيره ومن فلسفته، مش علشان هو عمل زي فلان ولا 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 كان عنده اكونتات كتير فبقى نجم، انت فاهم، ولا بيشتري لايكات ولا بيشتري ترندات، هو الراجل ترند مع نفسه حاجه متفرده من هو صغير في كل ما كل افلامه بتدل على انه حد مش طبيعي مش عادي، فبقى موجود. انا متاثر بده، دايما شايف ان الفن كده مش فن تفرد. مثلا الترند بقى وشعر الكورب او الحاجات اللي احنا عايزينها، في ناس فاكره ان الترند كل مثلا الفنان بقى ترند على طول، كل ما هو بقى كده معروف ومشهور وحد جديد يعني. القاتل اختنا مليارة ترند يعني. اي حد هيسرق البنك بكره هنطلع في كل التلفزيونات بكل الهاشتاجات الحرامي المشهور، هيبقى مشهور يعني. يعني لما تتشهر بحاجه كويسه هتبقى لك، ولو ما اتشهرت لو اتشهرت بشكل مزيف مش قاعد لك خالص، ونشوف ونتابع كده، تعالى نبص على الترندات عدت
وشوفوا كده ايه اللي اتبقى، ايه اللي حصل. انت فاهم دلوقتي مثلا في كتير مصريين بيمثلوا، هم مش مصريين بس هم لهم فولورز على الانستجرام بيمثلوا، لا بيبعتوا يجيبوهم عشان هم عندهم فولورز. طب ده تقييم مختلف، ممكن على فكره يطلع يبقى عبقري احسن احسن ممثل في العالم، بس ما ينفعش يبقى ده المقياس. اوكي، لكن في فنان موهوب نجح الناس كلها بتتكلم عشان نجاحه. الله.